إن التكالب على وحدتنا لم يعد خفيا، وإنما أقدم عليه النظام المغربي في الفترة الأخيرة من استفزازات تعدت كل الأعراف والقوانين الدولية وتجاوزت كل الخطوط الحمراء. هذا النظام الذي أثبت في كل مرة أنه قد عجز عن احتواء أزماته الداخلية، فراح يصدر ما يقترفه من عداوات وما يتوهمه من محاولة لصرف النظر عن القضايا الأساسية في المنطقة.